رسوم أمريكا الجمركية بدأت تظهر على حلفائها قبل خصومها، معقول؟ نعم، وإليكم ماذا يجري حالياً. هناك شركة اسمها ASML، ولمن لا يعرف ما هي ASML، هي شركة هولندية تبيع آلات تستخدم في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي، وتعد جزءاً مهماً جداً لسلاسل توريد الرقائق العالمية، وتستخدم العديد من كبرى شركات تصنيع الرقائق في العالم من إنفيديا إلى TSMC آلات الطباعة فوق البنفسجية التي تبيعها هذه الشركة. ASML قامت بالإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث يوم الثلاثاء 15 أكتوبر، أي قبل يوم واحد من موعدها المحدد يوم الأربعاء 16 أكتوبر، وأرجعت الشركة السبب لخطأ فني ما وضعها تحت التدقيق من قبل هيئة تنظيم السوق الهولندية، وهبط بأسهمها بنسبة 16% ودفعها لخسارة 50 مليار دولار في يوم واحد فقط. لكننا لم نصل للنقطة المهمة بعد. نتائج الشركة كشفت عن أرقام مخيبة للأمال فيما يخص مبيعات الصين للعام المقبل، والتي من المتوقع أن تنخفض بين 25% إلى 30%. وللعلم فقط، حصلت ASML على 29% من مبيعاتها من الصين العام الماضي، و 49% من مبيعاتها في الربع الثاني هذا العام، أي أن الصين زبون مهم جداً للشركة. وخسارة هذه المبيعات تعني إيرادات أقل وأرباح أقل، وهو ما أثر على أداء السهم أكثر وأكثر. طبعاً التوقعات السلبية لنمو مبيعات الصين يعود بشكل أساسي لقيود التصدير الأمريكية المفروضة على كل من يبيع الصين التكنولوجيا المتقدمة المتعلقة بالرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. فبرأيك، هل سنرى شركات أخرى تتأثر بالرسوم الأمريكية على الصين؟